طيب زي ما حضراتكم متابعين، الجولة اللي فاتت من تصفيات يورو 2020 انتهت، وبالتالي كان لازم ان احنا نتكلم مع حضراتكم عن اهم الاحصائيات اللي موجودة في اليورو. اهم الاحصائيات دي من خلالها هنتكلم معاكم في كل كبيرة وصغيرة. ان شاء الله نتمنى ان هي تعجب حضراتكم ونكون لمينا لكل حضراتكم كل شيء خاص بالتصفيات. طيب تعالوا نروح ونبدأ بالهدفين اليورو، هدفين اليورو 2020 واللي تألقوا في المجموعات. على الصدارة هاري كين 12 هدف ورونالدو 11 هدف وتامي بوكي لاعب المنتخب الفنلندي ب 10 أهداف وميتروفيتش 10 أهداف. ده بالنسبة للهدفين. نروح لإحصائيات المنتخب الفنلندي. منتخب فنلندا أول مرة في تاريخه يا جماعة يصعد لبطولة أمم أوروبا، وده بفضل الإحصائيات اللي بقولها حضراتكم. طبعا لعب 10 لقاءات، فاز في 6 مباريات وخسر في 4، سجل 16 هدف ودخل فيه 10 أهداف، وبيقوده المدرب الوطني ماركو كانيرفا، عنده 55 سنة، مدرب وطني بالنسبة للمنتخب الفنلندي. طبعا بنتكلم على أضعف المنتخبات هجوميا والمنتخبات الأقوى دفاعيا، ويعني زي ما حضراتكم شايفين الأرقام. بداية من أضعف المنتخبات، منتخب سان مارينو تلقى هذا طبعا أحرز هدف واحد فقط، يعني هجوم أعتقد أنه ضعيف جدا. لاتفيا أحرز 3 أهداف، ومنتخب الجبل الأسود دخل فيه أحرز 3 أهداف فقط من خلال مشاركاته كلها في تصفيات اليورو، وأندورا في المركز الأخير ب3 أهداف. أما المنتخبات الأقوى دفاعيا، منتخب بلجيكا تلقى 3 أهداف، أقوى منتخب موجود في التصفيات، وهنقول لحضراتكم بالإحصائيات وبالأرقام ليه منتخب بلجيكا هو الأقوى. منتخب بلجيكا زي ما حضراتكم شفتم 3 أهداف دخل فيه فقط، تركيا 3 أهداف دخلت فيها، إيطاليا 4، وأوكرانيا 4 أهداف تلقاها مرماها. أما أضعف المنتخبات دفاعيا هو منتخب سان مارينو دخل فيه 51 هدف. أصغر اللاعبين تسجيلا في التصفيات في منتخب هولندا بوادو، واحد من اللعيبة اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا جدا. أما في منتخب لوكسمبورغ باريرو، واحد من اللعيبة أيضا الصغيرين اللي خلاص دخلوا التاريخ إن هم أصغر اللعيبة اللي شاركوا في تصفيات اليورو. أكبر اللعيبة بقى اللي سجلوا في التصفيات طبعا لاعب منتخب طارق لكاسيارو، عنده 38 سنة، ده أكبر لاعب في التصفيات سجل أهداف في منتخب جبل طارق. المنتخبات الأقوى هجوميا في تصفيات اليورو، المنتخب البلجيكي على القمة ب 40 هدف، يليه المنتخب الإيطالي 37 هدف، يليهم المنتخب الإنجليزي 37 هدف. طبعا ده بنعرض لحضراتكم المجموعات الأكثر تسجيلا بترتيب الأهداف، يعني أكثر المجموعات اللي سجلت أهداف كتوتال او كمجموع تسجيل للاهداف. المجموعه التاسعه هي على القمه ب 118 هدف، مجموعه العاشره 101 هدف، مجموعه السادسه 97 هدف، المجموعه السابعه سجلت 84 هدف، اما المجموعه الثامنه سجلت 83 هدف، والمجموعه الاولى 72 هدف، والمجموعه الثالثه 69 هدف، والمجموعة الثانية 68 هدف، والمجموعة الرابعة 59 هدف، والمجموعة الخامسة 53 هدف. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل حاجة خاصة بتصفيات اليورو وإحصائياتها وأرقامها. علشان كده عايزين ناخد من تصفيات اليورو ومن الإحصائيات من منتخب بلجيكا، المنتخب القوي جدا في كل شيء والمنتخب الأكثر تسجيلا للأهداف والمنتخب اللي استقبل أقل عدد من الأهداف، علشان ناخد لحضراتكم ونفكركم الجيل التاريخي للمنتخب البلجيكي ده بدايته كانت إمتى؟ بدايته كانت بعد إخفاق المنتخب البلجيكي في تصفيات اليورو 2012، بعد ما تعادل مع المنتخب النمساوي بأربع أهداف مقابل أربع أهداف، ودي كانت بداية نكسة بالنسبة للمنتخب البلجيكي، و يعني ظهور جيل جديد لوكاكو ودي بروين وإيدن هازارد وكل النجوم وكومباني، كل النجوم اللي حضراتكم بتتابعوها وبتشوفوها. علشان كده